بصراحة أنا عايز أتكلم في موضوع مكاتب السفريات في مصر. أنا بقالي 7 سنين أنا بسافر بره مصر، بس بشوف مهازل في المكاتب. بشوف إن المكاتب بترخصنا جدا 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 بره، بجد مع كل الناس بره. عايز أقول لكم حرام عليكم، حرام عليكم، أنتوا ليه بترخصونا كده؟ أنا هحكي لكم حكاية صغيرة جدا هوريكم الفرق ما بيننا وبين اللبنانيين. كان مرة واحد جاي عايز ناس، هنكلمكم على اللبناني الأول عشان هوريكم الفرق. بس أصحاب الشركة مثلا في الخليج أو في الدول العربية بيقولوا للبنانيين المكاتب بتوع السفريات والله عايزين كذا حد والراتب هيكون 2000 ليرة. فرح لا، ما عندناش 2000 ليرة، احنا أقل حاجة عندنا 3000 و4000 ليرة، لكن 2000 ديت ما عندناش الأسعار دي بصراحة. فقال له خلاص يا عم، ايه 3000 ليرة؟ قال له والله هشوف، لو لقيت هقول لك، ما لقيتش يبقى لازم تعلي الراتب. تعال بقى ننقل للمصريين. جه الخليجي قال له انا عايز كذا فرد والراتب هيبقى 3000 ريال. قال له ليه تدينهم 3000 ريال؟ طب ما انا اجيب لك 2 بال 3000 ريال. قال له انت هتلاقي، قال له لا، بدل ما تاخد واحد اجيب لك 2 بس، هتعلي لي عمولتي قد ايه؟ يعني انت بترخصنا علشان انت تاخد في جيبك قد كده وتبيع ولاد بلدك؟ يعني انت حسبي الله ونعم الوكيل، يعني ده اللي انا اقدر اقوله عليك، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ما بيرعيش ربنا وما بيخافش على الشباب في مصر. مش علشان تبقى صاحب شركه وتبقى واد كويس وتجمع فلوس كتيره وتعيش عيشه كويسه تفرمنا بره مصر انت. حرام عليك، الشباب بتروح تتعذب، الشباب بتروح تتضرب. افهم بقى اصحاب الشركات بتوع السفريات في مصر، ما تبقاش مش علشان انت سفرت حد او جبت حد يسافر تاخد منه 10 و20 الف جنيه. حرام عليك، انت اكتر حاجة يعني انت ما بتعملش حاجة اصلا، يعني انت ما بتعملش حاجة، انت كل اللي عليك بتاخد الورق ويتوصل ده بده، ولو في السعودية مثلا بتروح السفارة السعودية وبتعمل كارنيه 500 جنيه علشان تعرف تخش تخلص الاوراق. الناس دي بتجيب الفلوس من، ممكن بتسرق، ممكن بتبيع ذهب امهاتهم علشان يسافروا. ارحم الشباب، من فضلك غلينا، من فضلك عززنا مع الناس بره. ونرجع نقول احنا رخاص، احنا بنتدرب بره مصر، ونفضل نشير في فيديوهات، ما علشان احنا رخاص فعلا، ما علشان انت مودينا رخاص. لما اروح مثلا رايح مثلا واحد شاب مجمع 50 60 الف جنيه علشان يسافر، وفي الاخر راح ياخد له 1500 ريال، ده يعني يعملوا بيهم ايه؟ ده انت نفسك بتروح، لما بتروح تاكل في مصر في اي مطعم بتصرف ال 1500 ريال، والشباب مش فاهمة أي حاجة. أنا عايز أقول لكم يا جماعة، اللي هيسافر بره مصر لا يقل أو برضه مش حلو، بس لا يقل عن 3000 ريال، ويكون السكن والأكل والشرب على الشركة والتأمين وكل حاجة والمواصلات. لكن ما تروحش تبيع نفسك كده، كلها بدقة في مصر، وما تروحش تتعذب عند أي كفيل يفرمك. عايز أوصل لأصحاب الشركة اللي في السعودية أو في الكويت أو قطر أو الإمارات أو البلاد دي كلها، اتقوا الله في الناس، اتقوا الله في الشباب. مش علشان تتكتر العدد عندك في الشركة تروح تنزل مصر تفرم الناس بالفلوس والرواتب. وللأسف مش انت اللي غلطان، أصحاب الشركات بتوع السفريات هم اللي غلطانين، لأن هم اللي بيرخصونا معاكم. الشباب غلبانة، الشباب محتاجة تتجوز، مش علشان احنا ظروفنا زي الزفت في مصر بتفرمنا وبالرواتب.